بيقول ان والدي دهس طفل عمره يقارب السنتان، وسبب الحادث ان لدى والدي سيارة وكانت واقفة، قبل ان يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوقوف ولم يرى احد، وركب السيارة، وفي هذه الاثناء قام احد اخوة الطفل ووضعه تحت اطار السيارة الامامي دون علم والدي، وعندما مشى دهس الطفل، فهل يلزمه صيام شهرين ام لا؟ مثل ما اجاب الشيخ صالح، يلزمه صيام شهرين، لو قدر العتق يعتق نفس صاحب السيارة لدهس، لانه هو باشر القتل، فعليه الدية وعليه الكفارة، والكفارة عتق رمة مؤمنة ان تيسرت، فإذا لم يتيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله في كتابه في سورة النساء، وهو الداعس وهو القاتل، فعليه، لأن ذاك الذي وضعه في غفلة ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قال الشيخ، لو كان إنسان جاء بأدبي وطرحه أمام السيارة ليدعسه سائر صاحب السيارة على غفلة، يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة. لكن هذا طرح إما لأجل أنه في الظل، يبي في الظل أمام السيارة، أو لأسباب أخرى، فقدر الله موته على هذه السيارة، فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.